وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناس كتير مننا بتتكسف تدعي ربنا علشان شايف نفسه مقصر، شايف نفسه مش مدي ربنا حقه، شايف نفسه في العبادة مش قوي، فبيتكسف ويتحرج يقول يا رب، معتقد إن ربنا سبحانه وتعالى مش هيبص لدعوته ومش هيسمع دعوته. لكن لو بصينا في القرآن الكريم هنلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيقولنا كلام كويس قوي، كلام يطبطب على قلوبنا، كلام لما نسمعه هنعرف إن ربنا قريب مننا قوي، سواء كنا ملتزمين أو مش ملتزمين الباب دايما مفتوح، الباب دايما مفتوح علشان تقرب لربنا سبحانه وتعالى. ربنا في القرآن بيقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قالش الناس الملتزمة بس تدعي، قال كل الناس تدعي، كل الناس اللي ليها حاجة عند ربنا. وأكيد كلنا لنا حاجات عند ربنا سبحانه وتعالى، كلنا محتاجين حاجات كتير قوي من ربنا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما كلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعرفه لما يسألوك ويقولك ربنا فين، ربنا قريب ولا لا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ادعي أنت بس لربنا سبحانه وتعالى، أكيد هيسمعك، أكيد هيطبطب على قلبك، أكيد هيقف جنبك. اوعى تتكسف أبدا ترجع لربنا سبحانه وتعالى، اوعى أبدا تعتقد إن أنت علشان بعيد يبقى كده ربنا مش هيسمعك أو هيعاقبك إنه مش هيستجيب دعوتك. لكن لو أنت عايز فعلا دعوتك أنت كده كده ربنا هيسمعك، لكن استجابة الدعاء محتاجة شوية اجتهاد كويس منك، محتاجة إن أنت تراعي شوية حدود ربنا. وعايز أقولك على حاجة، إن في حاجة مهمة جدا في الدعاء إنها بتقدر أو الحاجة الوحيدة اللي ترد القضاء. عارف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول لا يرد الدعاء يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء، يعني أنا ممكن يبقى تحصل لي حاجة وادعي ربنا فما تحصلش، ده أكيد؟ آه ده أكيد، لأن في حاجات اسمها أقدار معلقة، يعني مثلا أحمد هيحصل له كذا ولو دعا ربنا مش هتحصل الحاجة دي، أحمد هيجي له مثلا حاجة سيئة ولو دعا ربنا مش هيجي له الكلام دوت. فتمسك قوي بالدعاء واوعى تقول ان ربنا مش هيسمعني، اوعى تعتقد ان ربنا بابه مقفول، ربنا دايما بابه مفتوح للجميع. قرب جرب مع ربنا سبحانه وتعالى ازاي هيسمعك وازاي هترى منه العجب العجاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.